النشرة ورئيسة من الاقتصادية الأولى، والبداية بأبرز العناوين. التسويق المضمون للسيارات الجديدة ومحاربة الطفيليين، الرهان الجديد للحكومة والمتعاملين. منصة إلكترونية لتوجيه الراغبين في الحصول على عمل، وارتفاع نسبة التوظيف بولايات الجنوب إلى 33%. التحضير لمشاركة جزائرية قوية في الطبعة الثانية من معرض سيبسا بدكار بالسنغال. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى التفاصيل. نبدأ نشرتنا لنهار اليوم بملف السيارات، حيث يرى مختصون أن فرض شرط عدم إعادة بيع السيارة الجديدة المقتناة قبل مضي مدة معينة لو توفر كبند ضمن دفتر الشروط لكان ضربة موجعة للسماسرة والمضاربين. فما هي السبل والأطر القانونية لتجسيد الشفافية في سوق بيع السيارات؟ إذن الإجابة مع حورية حمداوي. مكافحة السماسرة والمضاربين في سوق السيارات الجديدة تتطلب توفر إجراءات ردعية وآلية تنظيمية لم تتوفر في دفتر الشروط بالأساس. لهذا لا يحق للشركات المسوقة للسيارات أن تفرض على الزبون عدم إعادة بيع السيارة قبل مضي مدة محددة، لأنها تفتقر إلى أطر قانونية توضحها في العقد المبرمي بينهما. لو توفرت كانت ستصبح ضربة موجعة للانتهازيين الذين تلاعبوا بالأسعار وسيرورة السوق. إلا أنه كان قادر راح يكون ضربة موجعة للسماسرة والمضاربين باش ما يحتكروش هذه السيارات. لازم على العالم تتعامل مع عملية تسليم الكوطة الموجه لها ولبيع هذه السيارات للزبائن بشفافية تامة. لانه اي وكاله للسيارات او اي علامه السيارات ما عندهاش سبل الرقابه او المراقبه. انت تقول باللي يمنع على من يقتني سياره من علامه معينه بيعها لخمس سنوات، لكن لا تملك الصلاحيات القانونيه لمنع البيع، لانه دفتر الشروط لا يحمل هذه الملاحظه او هذا الامر. يجب ان نجد اليات لمنع تدخل السماسره اللي للاسف في بعض الوكالات وما نعموش يستطيع السمسار أن يتحصل على أكثر من سيارة، بينما المستهلك ينتظر شهرين وثلاث أشهر ولا يحصل على السيارة. لذلك تضافر الجهود، احنا كمنظمة قدمنا اقتراح اللي يمنع بيع السيارة لمدة 18 شهر. تمويل السوق حسب حاجة الحظيرة الوطنية والتعويل على المنافسة من أجل مكافحة المضاربة هي الخطة الكفيلة بإصلاح الوضع وتفادي سيناريوهات ماضية توفرت فيها السيارات الجديدة في كل مكان إلا قاعات العرض أو عند الوكلاء لتدخل سوق السمسرة. ومنعا للتكرار، نادت أصوات بفرض بند في العقد يمنع المشتري من بيع السيارة الجديدة لمدة 18 شهراً على الأقل من تاريخ اقتنائها ومراقبة سير عملية البيع في الوكالات والنقاط المعتمدة. مستوردين السيارات المسؤولية تعود ليه، احنا عندما يكون غلطات نفسية نعطيه له مهنة باش يصحح، إذا ما صححش نوتير لاغريمون. ودرناه لبعض كونسيسيونير ماهوش لي فابريكون ولا لي امبورتاتور، باسكو اختار بالك دي كونسيسيونير اللي مازال عندهم الذهنيه القديمه هذيك نتاع جيب السيارات نبيع لابن عمي 10 15. هذه قضينا عليها ان شاء الله ورايح نقضي عليها. حنا باش نقضيو عليه ان شاء الله رانا نعملو باش تكون فيه مصانع، تكون فيه سيارات اخرين، ونخلي السوق هو اللي يتمشى. الوفره هي اللي راح تقضي على الشيء كل. إضفاء النزاهة والشفافية على عملية بيع وتوزيع السيارات الجديدة في سبيل منع الممارسات غير القانونية التي يدفع ثمنها في النهاية الزبون، وتسمح بدخول متطفلين على العملية وجني أرباح لا تستفيد منها الخزينة العمومية، يعتبر الخيار الوحيد أمام الحكومة من أجل طي ملف السيارات نهائياً.
تسعى الجزائر في الآونة الأخيرة لتنويع شركائها الاقتصاديين في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تتطلب تعزيز وتطوير وتنويع علاقات الجزائرية الاقتصادية مع مختلف الدول نظرا للأهمية الكبيرة التي تكمن في هذه الاستثمارات. ورقة في الموضوع لشيراز دلالة. زيادة الجهود من أجل فرض تواجد الاقتصاد الجزائري المنتعش على الساحة الدولية، لا سيما من خلال الاستفادة من المزايا التي تمنحها عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها الجزائر، هو هدف لتحقيق شراكات فعلية في هيكلة عالم جديد وبناء نموذج جديد يساعد في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات الذي يشهد عدة تقلبات الأسعار. كذلك لأن الجزائر تملك بعض المواد التي مطلوبة في السوق الأفريقية والتي تجعل منها أن تكون هي رائدة في هذا المجال، ولا ننسى كذلك بأن بعض الدول الأفريقية تساهم في دخول بعض المواد الموجودة في تلك البلدان من أجل إنعاش اقتصادي تبادلي، تبادل بي تو بي، يعني رابح رابح. ومن أجل تطوير آلية الإصلاح الاقتصادي 13 اتفاقية تم توقيعها بين الجزائر وتركيا، بالإضافة إلى توسيع الشراكة في مجال السيارات مع تحكيم قاعدة التصنيع محلياً من أجل الاستيراد، كذلك فتح المجال للمبادلات التجارية بين الجزائر والسنغال وكذلك موريتانيا لتعزيز التعاون، وسعياً لرفع المبادلات التجارية بين البلدين والتوجه نحو تنقل رؤوس أموال جزائرية عن طريق بنوك قائمة بذاتها وذات بعد استثماري. كما تدعم الجزائر شراكتها مع السعودية، حيث ترأس وزير التجارة المنتدى الاقتصادي بين الجزائر والمملكة لتضاف على استثمارات ومشاريع أخرى. وهذا ما يؤدي إلى ممكن تأسيس سياسة اقتصادية جديدة بين الدول الأفريقية ورفع من مستوى المعيشة للمجتمعات المختلفة في أفريقيا، لأن أفريقيا قارة جد مهمة فيما يخص الاقتصاد، والمواد الموجودة هي تؤدي إلى إنعاش صناعة تقليدية، صناعة حديثة وصناعة رقمية كذلك، ترفع من شأن الاقتصاد الأفريقي بصفة عامة. تنويع الشركاء الاقتصاديين يمكن الاقتصاد الوطني من تنمية قدراته والانضمام إلى الاقتصادات التي تحرك الاقتصاد العالمي وتعطي تنوعاً وخيارات أكثر. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفقة عدد من الوزراء اليوم على الدعوة الثالثة لمشاريع البرامج الوطنية للبحث، وهذا بغرض إيجاد سبل تعاون وعمل مشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق أهداف البحث العلمي ونقل التكنولوجيا نحو الاقتصاد والمجتمع. محمد مختاري والتفاصيل. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بات له اليوم مكانة رئيسية في تطوير المجتمع الجزائري، ليس من الجانب المعرفي فقط، وإنما للمساهمة أيضا بشكل فعال في رفع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة. في هذا الصدد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي بلغت 2 مليار دينار جزائري في سبل تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تحقيق أهداف البحث العلمي والمتمثلة في التحويل التكنولوجي نحو الاقتصاد الوطني من أجل خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، والتي خصص لها في الميزانية ميزانيتها حوالي 2 مليار دينار جزائري. أكثر من 60 برنامج مشروع مقترح لاكتشاف طرق جديدة تعمل على إنتاج الطاقة النظيفة بدل الكربونية، هذا في قطاع الطاقة والمناجم بوجود مشاريع تكنولوجية وبحوث علمية تساهم في بناء روابط متينة بين الجامعات والوزارات وتدعم النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل عن طريق المؤسسات الناشئة. إن هذه البرامج الوطنية تمثل فرصاً كبيرة
لمشاريع البحث والتطوير القدرات الوطنية من أجل تعزيز الابتكار من خلال اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح موضوع لقاؤنا اليوم. قطاع الفلاحة من جهته يشارك بكل إمكانياته في مناقشة وإثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي، حيث يجري العمل على إنشاء 11 وحدة زراعية والعمل على استغلال الأقمار الصناعية في الفلاحة. اسمحوا لي أن أذكر بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء 11 وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة. ربط مختلف القطاعات ومشاريعها وما تطمح للوصول إليه من أهداف بالجامعات والبحث العلمي غاية تسعى الجزائر للوصول إليها، أسوة بما هو عليه الحال في الكثير من البلدان الذي تربط فيه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بسوق الشغل والحاجة العلمية للمؤسسات الاقتصادية. نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لقاء وطنيا لمديرية تشغيل الولائيين ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل تحت إشراف وزير القطاع فيصل بن طالب، وتم خلاله استعراض حصيلة التشغيل على المستوى الوطني إلى جانب المجهودات المقدمة لرقمنة القطاع وتطوير خدماته. منيا حنون والتقرير التالي. أرقام ومؤشرات هامة تضمنها قطاع التشغيل خلال سنة 2023 وصفت بالمتطورة عند مقارنتها بالسنة الفارطة، سيما بما يتعلق بعروض العمل والإدماج ومنحة البطالة. مهمة الوساطة في سوق العمل من خلال رفع حصيلة التنصيبات المحققة، حيث بلغ عددها في القطاع الاقتصادي سنة 2023 وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم 292823 تنصيب، منها 30407 تنصيب في الولايه في ولايه الجنوب، 84% منها في القطاع الخاص. اما بما يخص جهاز منحه البطاله فقد بلغ عدد المستفيدين منها شهر اكتوبر المنصرم ما يقارب 2 مليونين طالب. اهم مؤشرات سوق الشغل، هناك 392930 عرض عمل مسجل سمح بتنصيب 269286 طالب شغل. وبهدف عصرنة ورقمنة قطاع التشغيل وتطوير سوق العمل، تتواجد 37 خدمة إلكترونية مستحدثة بمزايا مختلفة تحقق غاية هامة. الوكالة الوطنية للتشغيل بصدد التحضير لإنجاز منصات رقمية أخرى لفائدة مرتفقي الوكالة، وكذلك لفائدة عمال وإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل. ما يخفلكش حتى الرقمنة على المستوى الداخلي لها دور كبير. فيما يبقى واقع رقمنة قطاع التشغيل بولاية الجنوب يسجل نقائص كبيرة ويواجه تحديات لتفعيله مستقبلا. صراحة سمن جد التسمين لهذا المشروع الواعد وهي رقمنة القطاع، ونسهل علينا الخدمة. تبقى دوما النقائص اللي إن شاء الله بإذن الله راح نستدركوها، يعني في الولايات الجنوبية هو الضعف كما نقولوا حنايا الثقافة الرقمية لدى شريحة واسعة من طالبي العمل، ونحن كإطارات وهذا إن شاء الله راح نتعهدوا لمسؤولينا المركزيين باللي رايح نوقفوا عند هذه النقطة هذه وتوصل المعلومة لجميع فئات شرائح المجتمع. أضحى تحسين أداء قطاع التشغيل في الجزائر ضمن برنامج الحكومة، إلا أن تعزيز الشفافية والنزاهة سيما في عروض العمل والتكفل بانشغالات المواطنين يستدعي أن يكون من بين الأولويات. تعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية على تأطير أكثر لعمليات الوساطة والتنصيب من خلال إدراج بنود في الاتفاقيات تتضمن احترام إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء الولاية الجنوبية. خالدة تفليس.
سجلت نسبة التوظيف بالولايات الجنوبية ارتفاعا محسوسا قدر ب 33% خلال هذه السنة. هذا ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية قد وضعت خدمة إلكترونية من أجل التحقق ومراقبة جميع التنصيبات المحققة خاصة بالجنوب. كي نجيو نشوفوا الارقام نلقاو باللي التشغيل في الجنوب راه زاد مقارنه بين سنه 22 وسنه 23 زاد ب 33%، التنصيب زاد ب 33%، فهذا يعني مكسب ماذا بينا يعني نثمنوه مقارنه يعني هي بعد المرحله تاع الكوفيد تاع الاثار الناجمه عن الكوفيد وكذلك الركود الاقتصاد العالمي. المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تم المصادقة عليها مؤخراً من طرف الحكومة ستضمن الشفافية في إجراءات التوظيف لأنها تحمل شروطاً موحدة في قبول طالبي العمل على مستوى كل القطاعات، وهذا ما سيساهم في الحد من ممارسات البيروقراطية التي يسجلها قطاع التوظيف بالجزائر خاصة بالولايات الجنوبية ولتفادي جميع الشبهات السابقة. المدونة الجزائرية للمهن تم المصادقة عليها مؤخرا في لقاء الحكومة، هذه المدونة اللي راح يعني فيها إحصاء جميع المهن بمقاربة يعني المهنة مش بمقاربة الشهادة، وفيها شروط وفيها ليفيش دو بوست وفيها كذا، هذه راح تكون مؤشر مليح لينا احنا في الرقابه، وحتى باش الشروط التعجيزيه للدخول للمناصب راح تكون تقريب شروط موحده. ولضمان اكبر للشفافيه والمتابعه الانيه تم استحداث ارضيه رقميه تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الاداريه بين مصالح الوكاله الوطنيه للتشغيل وبين الهيئات المستخدمه او ما يعرف بالمخطط الحلزوني لفائده أبناء الجنوب. هذا المخطط يعني الذي يعطي فرصة أكبر لتوظيف أبناء الجنوب في مختلف الشركات الاقتصادية العمومية أو الخاصة سواء الأجنبية أو الجزائرية. يعتبر ملف التوظيف بالولايات الجنوبية من بين الملفات الثقيلة والتي لطالما كانت من بين أبرز المشاكل التي تم التطرق إليها، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت خطوات في فك شفرة هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر. وكما جاء في العناوين، تحضيرا للطبعة الثانية من معرض سيبسا أفريكا فود بدكار عاصمة السنغال الذي سينظم في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر الجارية إلى غاية 2 ديسمبر الداخل، نظمت مجموعة تفكير فلاحة ابتكار يوما إعلاميا لمناقشة القضايا الفلاحية وجديد المعرض الفلاحي الجزائري. أميرة أمكداش والتقرير التالي. 25 عارضا في مجالات عديدة ومتنوعة سيعرضون التجربة الفلاحية الجزائرية خلال 3 أيام في الطبعة الثانية من معرض سيبسا أفريكا فود داكار بالسنغال، كفرصة أخرى لتبادل الخبرات وإبرام اتفاقيات شراكة مع الشركات النظيرة بالسنغال. نمشوا إلى داكار مع 22 إلى لا مع 25 ناشط اقتصادي، منهم شركات ضخمة في الفلاحة في الجزائر، اللي نتعرف أكثر وأكثر على السوق السنغالي وكيف نقدر نندمج في هذا السوق. نعرف باللي فيه اتفاقيات اللي راهي الآن تحت النقاش، ونأمل أن يصير توقيع هذه الاتفاقيات. متعاملون اقتصاديون جمعتهم اليوم جلسة رفيعة المستوى للتحضير للمشاركة في هذه الطبعة ومعرفة تفاصيل السوق السنغالية وكذا مناقشة القضايا الفلاحية على المستوى الدولي مع عرض التجربة الجزائرية. تسويق المنتوج الجزائري وتاني بالك مشاركة في الإنتاج، لان علاش احنا باش نكونوا احنا نطوروا المنتج تاعنا ويكون عندنا زبائن في بلدان اخرى والسوق تاعنا يكون واسع. تج من منتج للمستهلك، واحيانا عندنا متعاملين اقتصاديين نشاركوا في المعرض هذا تمهيدا للمعرض اللي راح يكون ان شاء الله في داكار، ان شاء الله نكونوا من المشاركين فيه. انا صدرت للخارج، صدرت خارج فرنسا وصدرت الى كندا.
معرض سيبسا أفريكا فود سيكون فرصة لاكتساح المنتجات الجزائرية للأسواق الإفريقية والمساهمة في إحداث تحول زراعي في القارة السمراء لتعزيز السيادة الغذائية وتشجيع الاقتصاد الزراعي. دوليا اقترب تحالف أوبك بلاس من التوصل إلى تسوية مع كل من أنغولا ونيجيريا الدول الإفريقية المنتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في العام المقبل، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها أجبرت التحالف على تأجيل اجتماع محوري هام. نور اليقين العراشي والتفاصيل. تأجيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط التي تضم أوبك وحلفاء آخرين من بينهم روسيا من 26 إلى 30 نوفمبر أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، لكنها ارتفعت بعد فترة وجيزة ليتجاوز خام برنت 81 دولاراً للبرميل، ما جعل المنظمة تقرر عقد الاجتماع عن بعد. ويهدف الوصول إلى تسوية على مستوى الإنتاج بين أوبك بلس وكل من أنغولا ونيجيريا الدول المنتجة للبترول لزيادة الحصص من إنتاج النفط. وتعد نيجيريا وأنغولا من بين عدة دول أخرى تم تغيير مستهدفات إنتاجها في اجتماع أوبك بلس الأخير في شهر جوان، وهذا بعد إخفاقها على مدى سنوات في تحقيق الأهداف السابقة. وفي الأسواق صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.90 دولار بعدما انخفضت بنحو 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.83 دولار، فيما يتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع. هذا ما جعل العديد من المحللين يتوقعون تمديد أوبك بلس خفض إمدادات النفط أو زيادتها في العام المقبل من أجل تحسين الوضع ودعم الأسعار. من المتوقع أن تخسر منصة التواصل الاجتماعي أكس قرابة 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة. وحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز فإن أزيد من 200 وحدة إعلانية لشركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون أوقفت إعلاناتها على منصة تويتر سابقا، وهذا قرار راجع إلى الضجة التي أحدثتها مؤخرا تصريحات مالك الشركة آيلون ماسك بعدم حذف تغريدات المعادية للكيان الصهيوني المحتل. قبل أن نفترق مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. التسويق المضمون للسيارات الجديدة ومحاربة الطفيليين، الرهان الجديد للحكومة والمتعاملين. منصة إلكترونية لتوجيه الراغبين في الحصول على عمل، وارتفاع نسبة التوظيف بولايات الجنوب إلى 33%. التحضير لمشاركة جزائرية قوية في الطبعة الثانية من معرض سيبسا بدكار بالسنغال. ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.